الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم. ثم أما بعد، جزاكم الله خيرا أختنا المكرمة الأخت ولاء عثمان. الآن إن شاء الله رب العالمين نحن سوف نستأنف، جزاكم الله خيرا، سوف نستأنف رحلتنا مع التدريب. الآن التدريب العملي في السيناريو الثاني للإثبات، ليس فقط من أجل الإثبات، ولكن قلنا نحن الآن في مرحلة رد الشبهات، وقلنا أول ما ينبغي أن نبدأ برد الشبهات حوله هو براهيننا، يعني قبل أن نقول الشبهات الأخرى التي سوف نذكرها إن شاء الله رب العالمين لاحقا، نحن ينبغي بداية أن نؤسس لرد الشبهات عن براهيننا، لأنني حينما أسوق برهانا للمستمع ليس كل المستمعين على نفس الدرجة من سلامة الانتباه وسلامة القصد، فالبعض يكون صافي الذهن ذكيا وعنده سلامة قصد، فمثل هؤلاء يتقبلون مباشرة هذه الأدلة لأنها بطبيعتها عقلية. البعض الآخر يكون عنده بعض التساؤلات رغم سلامة عقله وسلامة قصده، لكن ربما خافي عليه أمر، ربما كان بسبب عدم حسن عرضي أنا للمسألة أو مسألة لم أوضحها، فهو أيضا عنده أسئلة فهو يسألها وعلي أن أجيب. البعض الآخر قد يكون مصاب بنوع من أنواع الوساوس القهرية أصلا أو الهواجس التي تحول بينه وبين الاستسلام حتى للدليل العقلي، فهو حتى إذا ثبت له الدليل العقلي تراه يتعامل معه بتوجس وبأيد مرتعشة. والبعض الثالث يكون ما عنده أصلا سلامة قصد، ومثل هذا البعض مثلا يكون من الطاعنين أو المجادلين أو الذين يريدون أن يحاوروا حول القرآن صدا عن سبيل الله عز وجل، هذا نوع موجود أيضا وكلنا يعلم ذلك. فإذا بداية نحن الآن نتحدث عن سيناريو مكتمل، أنا سوف أعرض البراهين التي تدربنا عليها سابقا، تحدثنا عن السيناريو الأول في المرة الماضية وأسسناه على دليل الأسلوب القرآني وبلاغة القرآن ولغة القرآن وأسلوب القرآن وبيانه، والآن إن شاء الله سوف نتحدث عن سيناريو ثاني مؤسس على دليل آخر كما سبق وأخبرنا عن ذلك في الخطة الماضية. أحب في البداية قبل أن أستغرق في العرض حتى لا أقطع حواري أن أنبه إخواني الكرام أنه سوف يكون إن شاء الله رب العالمين في نهاية هذه الدورة اختبارا، هذا الاختبار بإذن الله رب العالمين، أو سوف يكون هناك اختبار بإذن الله رب العالمين، هذا الاختبار بداية سوف يعني يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه إن كنا نعلم أن يعني أن نعرف إن كان الإخوة الأكارم قد تشربوا بهذه المهارات أم لا، حتى يجازوا بإذن الله عز وجل فيها طبقا للمواصفات التي وضعتها إدارة الجامعة، أنه لا يكون شهادة إلا اختبار. وأحب أن أنبه في هذا الصدد إلى أن الاختبار إن شاء الله رب العالمين، حتى لا أشق عليكم، أن أعلم أن رمضان إن شاء الله رب العالمين على الأبواب، بلغنا الله وإياكم رمضان ونحن في عافية، ونسأل سبحانه وتعالى أن يرفع عن البلاد والعباد ما هو حاصل في عافية يا رب. ونعلم لذلك إن شاء الله سوف أحدد لكم محاضرات مفصلية في الدورة، هذه المحاضرات أنا من عادتي أنني في كل فترة أجمع محاضرتين أو ثلاثة وأجعل المحاضرة التالية لهم هي تركيز لكل المحاضرات الماضية، هذا من عادتي حتى في أي دورة يعني أو في أي عمل تدريبي أو تعليمي، فلذلك سوف ألقي لكم الضوء على هذه المحاضرات بحيث تكون مرجعا حتى لا نشق عليكم، لا سيما المحاضرات التي طلبت من حضراتكم تلخيصها، ولذلك هذه الملخصات سوف تكون نافعة إن شاء الله رب العالمين في الاختبار، هذا تنبيه هام أرجو الانتباه إليه إن شاء الله، وسوف يكون الاختبار إن شاء الله رب العالمين بعد آخر المحاضرة بإذن الله بوقت مناسب لكي يراجع من أراد أن يراجع، وسوف يكون إن شاء الله رب العالمين كما أخبرت حضراتكم لن تكون مضطر إلى أن تسمع الدورة كاملة، ولكن سوف أحدد لك هذه المحاضرة أنا لخص في كل منها ما قبلها، جعلتها محطة لتلخيص ما قبلها، فعليكم بسماع هذه وهذه وهذه إن شاء الله، وسوف يكون هذا بإذن الله نافعا لنا جميعا. والآن لنستأنف حديثنا، نحن طلبت من حضراتكم، حتى الآن لم أطلب منكم تفريغ محاضرة إلا المحاضرة
السابعة هي التي طلبت منكم تفريغها، سوف أطلب منكم تحت تفريغ إن شاء الله رب العالمين. نعم هذا أحسن الله إليكم، سوف أطلب منكم أيضا تفريغ هذه المحاضرة، وسوف يكون تفريغها أيسر من السابعة وسوف تعلمون لماذا، وسوف أطلب منكم تفريغ محاضرة لكن لعلي أراجع هل هي الثالثة أم الرابعة أيضا، لأنني لا أذكر أيهما هي التي جعلتها يعني محطة ترخيصية كما أخبرتكم عن منهجي، فيعني أراجع وأخبركم إن شاء الله رب العالمين بها بإذن الله رب العالمين. طيب هذه نقطة إن شاء الله انتهينا منها. النقطة التالية أنه تكرمت إدارة الجامعة أكرمهم الله رب العالمين واستجابوا لطلبنا بحمد الله رب العالمين في تكريم صاحب أفضل تلخيص وصلنا، أفضل وأول يعني أول أفضل تلخيص وصلنا في المحاضرة الماضية، وإن شاء الله رب العالمين سوف ينشر تكريمه في القناة، قناة التليجرام والواتساب. الآن حتى لا نطيل أكثر من ذلك دعونا نبدأ إن شاء الله رب العالمين في حديثنا اليوم. قلنا اليوم نحن سوف نتحدث عن السيناريو الثاني، لن في السيناريو الثاني هذا سوف باقي لنا في السيناريوهات ثالث سيناريو إن شاء الله رب العالمين سوف نتحدث عنه المرة القادمة إن شاء الله رب العالمين، وهو متعلق بما يصطلح عليه الإعجاز العلمي. ووردني أسئلة، البعض يقول أنني لماذا لدي تحفظ على الإعجاز العلمي، سوف أبينه في المرة القادمة إن شاء الله رب العالمين. أنا في مسألة الإعجاز العلمي أو في مسألة الموافقات العلمية كما يعني جزا الله خيرا الأخ الكريم الذي أعطانا هذا المصطلح، تمام، ففي هذه المسألة نحن بين طرف بين وسط بين طرفين، فلسنا من الجفاة في الأمر ولا من الغلاة في الأمر في هذه المسألة، ولكن هذه المسألة لها ضوابط تقبل بها، وهذه الضوابط ينبغي أن تكون صارمة، وإذا طبقنا هذه الضوابط صدقوني سوف يخرج كثير مما يدخل في هذه المس في هذا الباب مما هو شائع إن شاء الله، ولكن سوف يبقى أمر يسير مع نقدنا لمسمى الإعجاز وما سمى وما شابه ذلك كما سوف نبين لاحقا إن شاء الله. والآن إن شاء الله رب العالمين نتحدث عن السيناريو الثاني وندفع عنه الشبهات، ندفع الشبهات عن تأسيسنا البرهاني، عن برهاننا، حتى إذا طرح علينا السائل سؤالا فإننا نكون قادرين على إجابته. ما بقاش أنا بقول له الدليل وفي الآخر يجي هو يقوم قايل لي اللي أنت بتقوله ده أنا معترض عليه في كذا فلا أستطيع أن أرد عليه فيسقط برهاني أمامه لتقصيري أنا. فلذلك هذه هي خطتنا، أننا ندفع الآن الشبهات عن براهيننا التأسيسية حتى يكون البرهان صافيا رائقا، وهذه الطريقة كما سبق وأخبرت حضراتكم هي الطريقة التي يستخدمها كثير من أعلام التفسير، وكان أولهم في استخدامها ابن جرير الطبري، وهي الفن قال فين قلت كذا فكذا. طبعا أنا لن أقول له إن قلت كذا فكذا، لا، لو هو طرح السؤال فسوف أجيبه، والأسئلة التي وضعتها لكم هنا هي أسئلة فعلا تطرح عند عرض هذه الأمور وجدناها من خبراتنا العملية. هو في صوت ولا لا؟ طيب لو طيب جزاكم الله خير، عشان الأخت الطيبة تسأل هل المحاضرة انتهت أم لا، فاللي مع يعني يا ريت ننبه اللي ما عنده صوت إن هو يعمل ريستارت يعني. طيب والآن نحن طيب الحمد لله رب العالمين، نحن إن شاء الله رب العالمين سوف السيناريو الثاني هو السيناريو القائم على مسألة الإخبار بالغيوب. السيناريو الماضي كان قائما على مسألة بيان القرآن ولغته، الآن السيناريو قائم على الإخبار بالغيوب. الخطوة الأولى التي اتفقنا عليها في المرة الماضية حينما أحدث أحد عن القرآن وأريد أن أبرهن له على صحة القرآن أنني ينبغي في البداية أن أؤصل عنده أصلا مهما جدا، وسوف نرى كما رأينا إن شاء الله في المرة الماضية أن هذا الأصل سوف نستصحبه كثيرا إن شاء الله رب العالمين. فنقول أن أدلة ينبغي أن أقول له يا أخي يا صديقي يا محاوري العزيز، أدلة القرآن التي سوف أعرضها عليك أولا هي أدلة حاسمة، نعم أحسن الله إليكم، ثانيا إنها أكثر من أن تحصى، يعني أنا لا أتسول دليلا
أنا لا أتسول دليلا، إنها كثيرة جدا. ثالثا أنها متنوعة في مجالات شتى، بعضها داخل القرآن نفسه وبعضها خارج القرآن نفسه. التي داخل القرآن كثيرة وموجودة في طول القرآن، والتي خارج القرآن متنوعة المجالات، الموجودة خارج القرآن متنوعة المجالات، منها ما كان قبل نزول القرآن. كيف قبل نزول القرآن؟ قلنا خارج القرآن ولكنها تدل عليه. منها ما كان قبل نزول القرآن، مثل ماذا؟ مثل نبوءات أهل الكتاب عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبوءات الموجودة في كتب السابقين والتي لم تزل موجودة إلى يومنا هذا، عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن أمته وعن الكتاب الذي ينزل إليه وعن طبيعته وعن شريعته وعن جهاده صلى الله عليه وسلم، طيب الحمد لله رب العالمين، ونحو ذلك. كل هذه الأمور هذه ليست مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هذه سابقة له، ولكنها تجتمع جميعا لتصب في خانة أن هذا القرآن هو كلام الله وأن محمد رسول الله. كذلك من الأدلة الخارجية ما هو معاصر له، ما هو معاصر نزول القرآن، ونعني بالمعاصر يعني الذي كان في جيل نزول القرآن. يعني ربما نعتبر مثلا حادثة أصحاب الفيل، حادثة أصحاب الفيل، ونبهت إلى هذا المرة الماضية وأكرر عليه كثيرا، يا جماعة حادثة أصحاب الفيل حادثة مهمة جدا جدا جدا. لماذا؟ لأن هذه الحادثة أولا شهدت بها المراجع التاريخية، وربما سقنا جانبا من هذا المرة الماضية، وقبل أن تشهد بها المراجع التاريخية شهد بها التواتر، وقبل ذلك نزل القرآن يحدث عنها، ومن وشهودها لم يزالوا أحياء، وشهودها هؤلاء دخلوا في الإسلام، وهذا إثبات غير عادي. طيب كيف يكون هذا من أدلة القرآن؟ لأن هذه الحادثة أرسل الله فيها طائرا غلب جيشا، هذا الجيش كان يريد سوءا بماذا؟ يريد سوءا بمكة التي هي ماذا؟ التي هي مهبط القرآن، والتي هي مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي سوف ينزل عليه القرآن. فهذا من الأمور التي ينبغي أن توضع في الحسبان. كذلك من الأدلة المعاصرة له أن اليهود كانوا بدأوا يجتمعون، وانتبه إلى هذه المسألة جيدا، بدأوا يجتمعون في المدينة ويقولون للمشركين، ها ويقول نعم أحسن الله عليكم، ويقولون للمشركين ماذا؟ يقولون لهم انتبهوا لقد أضلنا زمان نبي، لأنهم كانوا يعتقدون أن هذا النبي سوف يكون هم أتباعه وأنهم سوف يزيل يعني يقتلون المشركين، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. تمام، فهذه من الأمور المصاحبة له، كيف لعاقل أن لا يرى كل هذا؟ طيب كذلك بعد نزوله، بعد نزول القرآن، مثل الأمور التي أخبر عنها القرآن أنها سوف تحدث وحدثت، بعد نزول القرآن، مثل أمور أخرى، مثل شهادات، مثل شهادة هرقل مثلا وغيره، ومثل عدم قدرة العرب على الاتيان بمثله، ومثل تحقق الغيوب التي أخبر بها القرآن. نعم أحسن الله إليكم. تمام، طيب النقطة الرابعة، هذا ينبغي أن أبدأ به، أن أحدث، أن أقول لمن أنا أثبت له أن هذا هو القرآن، أقول له انتبه قبل أن أبدأ، لا بد أن تعلم كذا وكذا 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 وكذا، ونتفق على هذا. فإن أثبت لك أن كل هذه الأدلة الخارجية وكل هذه الأدلة الداخلية التي كان قبل القرآن والذي يحيط بالقرآن والذي داخل القرآن كله جميعا يتفق سويا على أن كذلك معذرة من الأدلة المعاصرة له لنزول القرآن صدق النبي صلى الله عليه وسلم واشتهاره بالصدق حتى بين المخالفين له، واشتهاره بالأمانة، وأن أول من آمن بهم أشراف القوم ونبلاؤهم وأحسنهم أخلاقا وأغنياؤهم. طيب نقول له، ثم بعد ذلك نقول بعد أن نبين هذه الأمور سريعا، نقول له انتبه حينما أحدثك عن كل هذه الأمور، فإذا توافقت كل هذه الأمور معا على الدلالة على أن القرآن كلام إلهي فلا يمكن لعاقل أن ينكر هذا، لأنه لا يستطيع أحد أن يوفق. الإنسان قد يلفق دليلا وقد يوفق معه بالكاد دليلا، لكن الكاذب لا يستطيع أن يحدث توافقا لتواتر من الأدلة التي خارجة أصلا، التي هي خارجة أصلا عن نطاق قدرته. طيب بعد أن ننبه هذا أقول له تذكر هذه القاعدة جيدا، وهذا نلخصه في الشكل الذي أمامكم. فإذا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالغيوب
ووقوعها كما أخبر. إعجاز العرب أو عجز العرب، القرآن أعجز العرب عن أن يأتوا بمثله. نبوءات أهل الكتاب المتفرقة، حادثة الفيل الموثقة بالقرآن وبالمراجع، شهادات أعداء النبي صلى الله عليه وسلم على صدقه، تواتر شهادات أعداء النبي صلى الله عليه وسلم على أمانته وصدقه، معذرة هذا البند متكرر، كل وغير ذلك كثير. كل هذا يشهد لماذا؟ يشهد لأن القرآن حتما كلام الله تبارك وتعالى. تمام؟ إذن ما الذي أقول؟ أقول له أنك لو سقط منك هذا مثلا، يعني هذا مثلا شككت فيه، طيب أين تذهب بالبقية؟ أين تذهب بالبقية؟ أين تذهب بالبقية؟ إن هذا ليذكرني بقول الله تبارك وتعالى فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. لا أقول أن هذا هو مراد الله تبارك وتعالى، الله أعلم بمراده، ولكن هو يذكرني بكلام الله تبارك وتعالى، بكلام الله تبارك وتعالى. طيب، إذن نقول له اليوم إن شاء الله بعد أن قلنا هذه المقدمة، هذا العنصر الأول الذي قلته سابقا هو العنصر الأول، الآن أنا أذهب معه إلى العنصر الثاني وهو الدليل الذي اخترناه اليوم، تمام، الذي سوف أسوقه لك يا أيها الضيف الذي أنا أحاوره، يا من تسأل عن القرآن. المرة الماضية سحدثتك عن كذا، اليوم سوف أحدثك عن الإخبار بالغيب المستقبلي. من أنواع الغيوب التي في القرآن كما سبق وقررنا وكررنا، أولاً الإخبار بالغيوب الماضية في الأمم السابقة وكتب أهل الكتاب. طيب، مثال على ذلك، مثال على ذلك لما يعني كما ورد في السنة، حقيقة لم أخذ على صحة الخبر واعذروني لأن هذا ليس موضوع اليوم، لكن بإمكان. طيب، كما النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ماذا؟ قالوا له والله أنت كذا وكذا، فنزل القرآن يخبرهم بخلاف ما بما يخبئون، هم يظنون أنهم كانوا هم يظنون أنهم بذلك يعني يحتكرون ما خبأوا في كتبهم، لأنه خاصة اليهود عندهم وخاصة في هذه الفترة لا يعلم يعني مخافية أو ما خفي في كتبهم إلا علماؤهم. فنزل القرآن يقول لهم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. كل الطعام، الصوت بيتقطع، في تقطيع في الصوت، طيب الحمد لله، طيب الحمد لله، جزاك الله خير. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. ثم ماذا يقول القرآن لهم؟ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. الله أكبر، هؤلاء اليهود وهذه هي التوراة والقرآن يقول وأنتم تقولون هاتوا التوراة واتلوها إن كنتم صادقين. طيب جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، تمام. لكن هذا ليس هو الذي عليه المستند في، أنا الآن أذكر أمثلة، تمام. رقم اثنين، إخباره بالغيوب المعاصرة لنزول الوحي، مثل إخبار الكافرين والمنافقين بما يدور في مجالسهم الخاصة بل وما يدور في نفوسهم. يخبرهم القرآن يقول لهم ما يدور في مجالسهم الخاصة، ما يدبرون ويحيكون من مؤامرات. يخبرهم القرآن ويقول لهم ما يدور حتى في نفوسهم، حتى سميت سورة التوبة ماذا؟ الفاضحة. حتى سميت سورة التوبة الفاضحة. طيب، هذا لا يكون إلا بعلم إلهي، وأيضا هذا ليس مستندي حتى الآن. رقم ثلاثة، الإخبار بالغيوب المستقبلية ووجوعها ووقوعها كما أخبر، وهذا هو الذي عليه الحديث الآن. رقم أربعة، لذلك نتحدث عنه، أنا أذكر مثال ويعني عنوان ومثال، عنوان ومثال، هكذا يكون المنهج حينما أخبر، حينما أتحدث مع من أعرض عليه القرآن. كذلك الإخبار في سياقاته ببعض الإشارات التي وافقها العلم لاحقا.
طبعا مع التحفظ على منهج ما يسمى، مع التحفظ على منهج ما يسمى بالإنجاز العلمي، والذي سوف إن شاء الله رب العالمين يعني نبين إحنا إن شاء الله رب العالمين المحاضرة القادمة سوف تكون مخصصة للرد على ما يسمى بالشبهات العلمية حول القرآن، تمام، ومناقشة أشهرها. طيب هل الأرض خلقت أولا أم السماء؟ طيب هل عدد الأيام كان ست، السماوات والأرض خلقت في 6 أيام، وكيف نقرأ الآيات في هذا الصدد؟ لأن البعض يحدث عنده توهم يجعله يحدث خلط في عدد الأيام وهكذا. هذا إن شاء الله رب العالمين لنتركه لوقته، وهو إن شاء الله في المحاضرة الماضية، وأتمنى من الجميع حضور هذه المحاضرة، لأننا إن شاء الله سوف نبين فيها الأمور مهمة جدا جدا التي سوف تجعلك مثل مثلا مسألة هذه الليزر وما شابه ذلك. وقد جاءني سؤالكم الكريم الأخت رولي الملقي، جاءني سؤالكم وصلت لي الأخت المكرمة الأستاذة ولاء، وإن شاء الله رب العالمين هو مما سوف أعبر يعني أتحدث عنه في المرة القادمة إن شاء الله. وإن شاء الله رب العالمين سوف تكون بإذن الله محاضرة ثرية، أرجو من الجميع حضورها والانتباه فيها جيدا. أحسن الله إليكم، جزانا وإياكم. طيب، والآن ننتقل إلى الإخبار بالغيوب المستقبلية. طب لماذا اخترنا هذا؟ لا، اخترنا هذا لسبب بسيط جدا، لأن هذا لا أخذ ولا رد فيه كثيرا، يعني هذا لا أخذ ولا رد فيه كثيرا، تمام؟ طيب، أمثلة أعرض عليه في البداية أمثلة حتى لا يعلم أننا نتسول مثالا، حتى لا يظن أننا نتسول مثالا، فنحن لا نتسول مثالا. إن شاء الله رب العالمين سوف يعني تحدد الإدارة بإذن الله رب العالمين، سوف نحدد هذا بإذن الله مع الإدارة المكرمة بما يعني لا يكون مزعجا بإذن الله إن شاء الله. طيب الآن الأمثلة، المثال الأول إن شاء الله، المثال الأول إخبار القرآن بانتصار الروم في بضع سنين بعد هزيمتهم من الفرس أدنى الأرض. يقول الله تبارك وتعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، سورة الروم، وهو ما حدث كما أخبر القرآن. وهذا المثال الذي سوف نستخدمه لشرح المسألة. أنت حر تستخدم أي مثال، لكن هذا المثال. وكنت أرسلت لكم قبل ذلك مقالا بعنوان سألني عن القرآن فأجبته كلام الله هو، وهذا المقال من مدونة العقل يشهد للإسلام لمن أراد أن يرجع إليه، تمام؟ طيب يعني تكتب كده مدونة، تكتب العقل يشهد للإسلام سألني عن القرآن فأجبته كلام الله هو، يأتيك إن شاء الله رب العالمين المقال، وكنت أرسلت لكم رابطه من قبل. طيب مثال آخر، المثال الآخر الرؤيا التي رأها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بها المؤمنين أنهم سوف يدخلون المسجد الحرام آمنين ومحلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون. والقرآن أخبر ليس فقط بالرؤيا، أخبر بالرؤيا وبأنها سوف تتحقق. طيب لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، فهذا مثال مزدوج، يعني هذا برهان مزدوج، برهان يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وأن هذه الرؤيا سوف تتحقق، وهذا أمر خارج عن يعني القدرات البشرية. الأمر الثاني أن هذا مثال أنه يخبر أن القرآن أخبر المسلمين أن هذه الرؤيا سوف تتحقق. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعالم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا في سورة الفتح. ونقول هذه الأمور تحققت، هذه نعم. أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم أختي المكرمة. المثال الثالث الإخبار بهلاك أبي لهب عن الكفر، ليس هو وحده وإنما هو ومرأته. وهنا يعني أريد من حضرتكم أن تلاحظوا في الأمثلة التي ذكرناها هناك ملمح مهم جدا 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 ينبغي أن ننتبه له. الآية السابقة غلبت الروم في أدنى الأرض، طيب وهم من بعد غلبهم إيه؟ سيغلبون. وسكت القرآن؟ لا، بل قال سيغلبون، ثم ذكر بعد ذلك أمرا ملابس مصاحب لهذا النصر، ما هو؟ في بضع سنين، فحدد فترة زمنية، تمام؟ أي أن هنا في هذه المسألة إحنا لدينا خبران وليس خبرا واحدا لمن دقق، خبران. فكأن الآية تخبر عن أنهم سينتصرون، هذا رقم واحد، وكأن الآية تحدد الزمن، هذا رقم اثنين. وبالتالي فلا يتحقق الوعد الموجود
في الآية أو الخبر الموجود في الآية إلا بتحقق كليهما معا، وهذا يغلق الباب على المجازفة. يعني البعض يقول طيب ما العرافين بيقولوا، قل لا، العراف لا يستطيع أن يتنبأ بمثل هذا. العراف قد يتوقع خبرا أو يصدف في خبر، ولكن لا يتوقع مجموعة. ها أبشر أبشر، كل هذه سوف نرد عليها أخي محمد، سؤال وجيه، وهذا جميل جدا اللي بيقوله أخي محمد داود، هذا جميل جدا اللي بيقوله أخي محمد داود، يقول طب وما يدريني أن أبا لهب هلك، تمام، وما يدريني أنه هلك على الكفر. يعني طيب أبشر يا أخي، ليه جميل؟ لماذا أقول؟ وهذا ينبغي أن يكون منهجنا الفنقلة. طب ما قد يقال لي كذا، كيف أرد؟ صحيح ولا لا؟ واطمئن، والله الحمد لله رب العالمين، كتاب الله سبحانه وتعالى متين قوي، بس يكون تطلبه من مظان العلم وليس بما تهوى الأنفس، تمام؟ طيب، وسوف أجيبك أخي. كذلك أخي إيهاب يقول كذلك حدث الروم بنصر المؤمن وقد حدث، تمام. أنا يعني الأخ إيهاب يشير إلى جزء بقية الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، تمام. لأن بعض كتب التفسير تنقل هنا أن هذا الحدث كان مصاحبا لنصر المسلمين في غزوة بدر، وأنا لا أنفي هذا، لكنني لا أثبته، مش أنا طبعا، من أنا حتى أنفي وأثبت؟ أقصد يعني أن هناك من أهل العلم من قال أن هذا صحيح، وهناك من أهل العلم من قال أن هذا لم يثبت لكنه لم ينفه، وبالتالي نحن نؤسس برهانا، فنؤسس برهانا على أساس راسخ لا يضعف البرهان الذي يؤسسه، ولكن لا شك أن هذا لو أنه حدث فإذا هناك نبوءة ثالثة مصاحبة. وكذلك لو أن المعركة فعلا حدثت في منطقة البحر الميت كما يقولون، وهي أكثر مناطق الأرض انخفاضا، وهذا أمر ثابت، فهذا أمر رابع، ولكننا لا نستطيع أن نجد خبرا مؤكدا في أنها قد وقعت في منطقة البحر الميت، وإن وردت بذلك أخبار نقلها الصحابة، ولكن نحن لا، يعني هي غير ثابتة لهم، لا أقول ضعيفة، ولكن هناك غيرها، وبالتالي لا نستطيع أن نقصر الآية عليها، وبالتالي لا نستدل بها حتى لا نضعف برهاننا، حتى لا نضعف برهاننا، تمام. نعود إلى الآية رقم 2. الآية رقم 2 أيضا تأمل فيها، ماذا تجد؟ هل أخبر الله تبارك وتعالى المؤمنين أنهم سوف يدخلون المسجد الحرام وانتهى الأمر؟ أبدا أبدا، هذه الآية أخبرت بعدة أمور بعد. ممكن بس ميوت للأخ، ربنا يسعد يا رب. طيب، فهنا نقول إن الآية أخبرت بعدة أمور معاً، أخبرت بعدة أمور معاً. ما هي هذه الأمور؟ أخبرت أنكم سوف تدخلون المسجد الحرام. طيب جميل جداً. اثنين، ها آمنين، هذه الثانية آمنين. إيه كمان؟ محلقين رؤوسكم ومقصرين، بعضكم حالق وبعضكم مقصر، وهذا يشير إلى أو يفهم منه أنهم سوف يدخلون معتبرين أو حاجين، أي نعم، أحسن الله إليكم، تمام. وبعدين لا تخافون، طيب لا، هنا ما فيش بضع سنين، خلاص لا تخافون. ومعلوم كما ذكرت كتب التفسير أن هذا، أن هذه رؤية، تمام، والقرآن ذكر ذلك. طيب هنا نسأل أنفسنا سؤالا، في الخبر الأول الذي هو انتصار الروم، هل كان انتصار الرومي متوقعا؟ الإجابة كلا. أي حد يدرس هذه الفترة تاريخيا يعلم أن الروم كان الأمر الوحيد المتوقع أنه دالت دولتهم وانتهت. يعني أي حد قاعد يتفرج على الروم كان يعلم أنهم خلاص، يعني يقول والله مسألة سنين إن لم يكن أشهر حتى تنتهي دولتهم، تمام. فإذا ما أخبر به القرآن فوق أنه أخبر بأمر بملابساته، يعني بخبر وملابساته مثل الموعد مثلا،
ها خلاص بالظبط كده. ايضا منه مثل الخبر الاول الخصم الروم لم يكن متوقعا، هذا مخالف للتوقعات. ولذلك جزاكم الله خيرا الاخت فوزيه بارك الله فيها، تقول ولذلك الكفار عملوا ايه؟ راهنوا ابو بكر الصديق ان الكلام ده مش هيحصل. وهذا ملمح جيد، احسن الله اليك وجعله في ميزان حسناتك اخت فوزيه. نعم خلاص كانوا يترهنون على ذلك. طيب في الايه الثانيه، لا تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امنين، امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. الله. طيب حينما نزلت هذه الايه، هل كان المسلمون يسيطرون على المسجد الحرام؟ ابدا. طب من الذي كان يسيطر على المسجد الحرام؟ كان قريش تسيطر على المسجد الحرام. كانت قريش تسيطر على المسجد الحرام. طيب هل لقريش عهد؟ ابدا ليس لقريش عهد. هل يؤمنون؟ ابدا لا يؤمنون. حتى لو كان لهم عهد والمسلمون داخلين، يعني هذا الامر مما هو مخالف للتوقعات، مما هو مخالف للتوقعات ان يدخل المسلمين قريش. وهم لما يكون حتى على فكره حينما راى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا، لم يكن بين المسلمين والمشركين بعد الحديبيه، صلح الحديبيه، صلح الحديبيه جاء بعد ذلك. طيب فاذا الامر هنا بخلاف المتوقع، والامر هنا معه ملابسات. طيب اخبار ابي لهب الاهلاك، اخبار بهلاك ابو لهب، تبت يدا ابي لهب وتب. جميل ما شاء الله، يا سلام، هذا ما اريده. يعني شوف الاخوه ما شاء الله اللي بتشارك، وحاله جميله ما شاء الله، وفكر نقدي عال جميل ما شاء الله، تبارك الله تبارك الله. الرد على موضوع ابو لهب وسوف اناقشه الان الان، ولكن حتى لا اقطع ما اقول، احسن الله اليك الاخت روني. طيب الاخبار بهلاك ابي لهب على الكفر هو وامراته، مش بس هو، خد بالك، هو ومين؟ هو وامراته. تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامراته حماله الحطب، في جيدها حبل من مسد. في هذا الوقت قلنا اول حاجه كان عدد من اكابر اعداء الاسلام يدخلون في الاسلام، يعني لم يكن كان من احد اكثر عداء للاسلام من عمر بن الخطاب، ومع ذلك عمر بن الخطاب دخل الاسلام على ما عرف فيه قبل الاسلام من ايذاء للمسلمين و و و و وغيره. ابشر ابشر اخي محمد، ابشر اخي محمد، ابشر، حاضر اجيبك ان شاء الله. طيب ورغم ذلك فالذي يقول هذا الكلام يعلم أنه لن، أولا على المستوى الداخلي لن تحدث الهداية، بالضبط كده أحسن الله عليك أخي يونس، لن تحدث الهداية لأبو لهب، لأبي لهب ولا لامرأته، هذا على المستوى الداخلي. طيب ولكن هناك أمر آخر، ما هو؟ وعلى المستوى الخارجي الله يعلم بقدرته أنه سوف يمنعه من أن يدفعه، من أن يدفعه عناده إلى أن يقف وسط قريش ويقول، يعني ممكن أبو قريش، ممكن أبو لهب يقول إيه؟ آه طب القرآن يقول أنني، يعني ممكن حد يفكر أن أبو لهب ممكن يفكر كده؟ ها؟ لو أن هذا كان من عند غير الله، كان ممكن أبو لهب يفكر كده، يقول هو بيقول أنني مش هأسلم؟ طيب كويس جدا. يا قريش، يا قريش، إنني أشهدكم أنني أسلم. لكن لا هو ولا زوجته، رغم أنه نذر حياته، طبعا لا، وحتى لو فكر يمنعه الله سبحانه وتعالى من أن يفعل. تمام. طيب إذن عندنا هنا برضو خبر مزدوج. خبر إيه؟ مزدوج. الخبر مزدوج من حيث الإخبار بأن أبو لهب لن يؤمن، وأيضا زوجته لن تؤمن، هذا أمر. الثاني أنه على المستوى النفسي لن يهتدي،
مزدوج أيضا على أنه لن يستطيع أن يحاول تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء الإيمان. إذن هذا أمر مهم جدا. نعم. المثال الرابع، إخبار الله نبيه أنه سوف يعصمه من الناس. والله يعصمك من الناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. حتى قيل، ولم أخذ على صحة الحديث، لكن قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأصليه سقر، نعم سأصليه سقر، حتى قيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرس صلى الله عليه وسلم، طبعا كان يتربصون به الكفار، فكان المسلمين يحرسونه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرهم ألا يحرسوا، لأن الله أمره، لأن الله قال له والله يعصمك من الناس. طيب السؤال، هل حدث هذا؟ نعم حدث هذا، نعم حدث هذا، حدث هذا، وظل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يحاولون قتلهم. وحتى أن الصحابة يقولون، شوف انتبه للمسألة الجاية دي، الصحابة يقولون أن أنهم كانوا إذا حمي الوطيس، ها نعم، إذا حمي الوطيس في أي معركة يقولون كنا نتقي برسول الله، يعني يقول لك كنا بنوصل، شوفوا هم أبطال، أبطال، يقولون كنا نتقي برسول صلى الله عليه وسلم، يعني نستخبى في النبي صلى الله عليه وسلم، تبص تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم أول واحد من جهة الكفار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم وهم يعلمون أنه لن يموت حتى يبلغ رسالته، ولأن الله أخبره بذلك بأنه سوف يعصمه، أمره بالبلاغ وأخبره بأنه سوف يعصمه. والذي يفهم من هذا الكلام عند أي إنسان، والله أعلم طبعا بمراده سبحانه وتعالى، يعلم ما في أنفسنا ولا نعلم ما في نفسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يموت حتى يبلغ رسالته في الوقت الذي كتب الله عز وجل أن يموت، ولكن بعد إبلاغ الرسالة وهو مكان. تمام؟ بالعقول له إن هذا هو إن طيب أنا هجيب بس عشان ما نتفرعش، لكن سوف أجيبك وأقول لك أن هذا من يعني والله تعالى أعلى وأعلم من اصطفاء الله تبارك وتعالى لنبيه، وأنه لا يصطدم مع هذه الآية بل يؤيدها، وسوف أقول لك كيف. إذن وهذا خاطر جيد لكن حتى أكمل هذه النقطة. طيب إذن والله يعصمك من الناس، هل عصم الله نبيه صلى الله عليه وسلم من الناس حتى بلغ رسالة؟ أي نعم، ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الرسالة. والعجيب الملفت للنظر أنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى نزل قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي عقل يفكر في هذا الكلام؟ تمام؟ طيب إذن هنا أنا عرضت على من يسألني عن القرآن وقلت له هذه أمثلة، هذه أمثلة. طبعا حينما أعرض هذا عليه لا أعرض بهذا الاستطراد، ولكن أنا أستطرد لأن لكي يكون عندنا مخزون لربما يرد سؤال مثل الذي سألته الأخت فوزية، وهو سؤال من الأسئلة التي يعني كنت سوف أتعرض لها، وهو سؤال مشهور. طيب هو عصم صلى الله عليه وسلم من الناس، جميل، حينما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة هل مات؟ أبدا، ظل صلى الله عليه وسلم حيا بعد ذلك دهرا إلى أن أكمل بلاغ الرسالة. ولكن ثم الشاة تلك لو صح الخبر في ذلك، وأنا أضع 1000 خط تحت هذه الجملة، لو صح الخبر في ذلك، وهذا مما يحتاج إلى بحث. تمام؟ وهذه آية، وهذه آية، تمام، هذه في حد ذاتها آية، يعني هذه الأخبار لو صحت فهي آية. لكن أقول فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهت الفترة التي أذن الله سبحانه وتعالى نبيه في لنبيها فيها بالبلاغ، ولو صح ما جاء في بعض الأدلة أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار أن يتوفى، فحينها لا أكرم من أن يكرم الله عز وجل نبيه، ها
ها بماذا؟ أو لو يعني لو صح هذا الخبر بماذا يا إخوة؟ أحسن الله إليك، أحسن الله إليك الأخت فوزية، بالشهادة في سبيل الله، بالشهادة في سبيل الله، تمام. فربما لو صح هذا الخبر أنه حينما جاء موته كتب الله عز وجل له أن يموت بذلك السم، تمام، ها بعد سنة، بعد فترة، يعني لم يقتله السم في حياته، وإنما أدى إلى الإضرار به، أو أدى إلى يعني بشكل ما في وقت وفاته أن يكون أثر فيه، أن يكون أثرا فيه، هذا دليل على ماذا؟ هذا الفرض صحة الخبر، هذا ربما كان اصطفاء من الله تبارك وتعالى لنبيه بالشهادة. طيب هل هذا يصطدم؟ أبدا. السؤال، هل عصم الله رسوله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ عصمه حتى أكمل الشهادة، حتى أكمل البلاغ، نعم، يعني تحقق موعود الله عز وجل، نعم، والحمد لله رب العالمين. واضح دي ولا محتاجة مزيد إيضاح الإخوة الكرام؟ بالضبط، هو الآن حان أجله صلى الله عليه وسلم، فلا أكرم، أو فإنه بالضبط لا يوجد شخص يتمنى من المسلمين إلا ويتمنى أن يموت شهيدا، صحيح ولا لا؟ تمام؟ ها؟ الأخت مكرمة، الأخت فوزية، هل اتضحت الإجابة ولا تحتاج بمزيد بسط؟ طيب، جزاكم الله خير. نشوف الآن أعود إليه مرة أخرى وأقول لهم انتبه معي، هذا الشكل ربما مر علينا سابقا لكن هو ليس هو، يعني ليس الشكل السابق. أقول له أولا، هذه الأدلة ليست، الأدلة الإخبار بالغيوب ليست خبرا واحدا. لماذا؟ لأن ممكن واحد يقول لي طب وأنا إيش عرفني إن حصل كذا؟ وانا مثلا زي ما قال اخي الكريم منذ قليل وسوف اجيبه الان ان شاء الله، يعني شرفني ان ابو لهب مثلا مات على الكفر، هذا خبر متواتر وسوف اخبرك كيف تجيب على هذا السؤال، تمام. اول امر، هذه ليست الاخبار التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليست خبرا واحدا بل اخبار اثنين او اثنان، هذه اخبار لا يتوصل اليها بالتوقع، بل غالبها مما هو مخالف للتوقع. ثلاثة، ليست أخبار عراف أو مجازف، انتبه لهذه النقطة، هذه نقطة خطيرة، وهذه كان ممن أشار إليها هو الشيخ الجليل رحمه الله عز وجل، وجعل ما كتب في ميزان حسناته وكلنا عيال عليه في هذا الباب، وهو الشيخ محمد عبد الله دراز. هذا الرجل كتب أنك انتبه، هذا ليس خبر يقوله مجازف، أنت حضرتك لست تجلس على المقهى تشاهد مباراة، خلينا نقول حاجة يعني غير محلية، مثلا ريال مدريد وبرشلونة، عشان احنا نعلم أن فيه هنا يعني جنسيات متعددة، وتتوقع، لا أتوقع أن ريال مدريد يغلب 3، فلن يكون هناك إشكال إن انتصر ريال مدريد أو انتصر برشلونة أو هزم الاثنين مثلا، يعني خلاص نقول لا، ليس الأمر كذلك، وإنما الأمر في الحقيقة أنه صاحب دعوة يقول أنا يوحى إلي من الله، وبالتالي لو حدث عكس ما يقوله أو لم يتحقق ما يقوله فإنه بذلك يعرض نفسه ويعرض، يعني لو أي حد غير النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يعرض نفسه للانكشاف دون داعي، يعني ما فيش شيء يجبره، صحيح ولا لا؟ تمام، يعني لكم أن تتخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنه في خلال بضع سنين، وبضع سنين هذه بالمناسبة يعني من 3 إلى 10 سنين سوف ينتصر الروم، فإذ لم ينتصروا بعد 10 سنين هذا معناه، هذا أمر لا يقوم به شخص ذكي، تمام، أن يدعي مثل هذا الادعاء، كان حسب أن يقول سوف ينتصرون، لكن هذه مجازفة تعرض من يفعلها لو لم يكن رسولا إلى أنه يغامر بمكتسبات دعوته إلى الإسلام مش حتى الآن فقط بل لمدة 10 سنين قدام، وهذا أمر يعني لا يفعله عاقل، ولكنه صلى الله عليه وسلم يعني حكيم ومعلوم عنه العقل والحكمة. الأخ فيصل جزاه الله خيرا قال
فإن تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بالسم الذي دسته له تلك المرأة ثابت كما يدل عليه الحديث. نعم، على فكرة أنا لم أنكره أخي فيصل، أنا لم أنكره، ولكن أنا أتأدب مع السنة، أنا أتأدب مع السنة. أنا حينما يا إخواني أكرمكم الله، حينما أقول أنني بفرض صحة هذا، انتبهوا إلى يعني إيه، يعني العلماء لهم اصطلاحات، تمام، وإحنا بنحاول نقلد، مش نقلد العلماء، إحنا علماء، أعوذ بالله عز وجل أن أقول مثل هذا. أنا شخصيا يعني أسأل الله العافية أقطع لساني بقول حاجة زي كده، لكن أقصد أقول إحنا بنحاول نقلد الناس، أنت يعني تحاول تقلد أهل العلم، تمام، فبيكون لك أنت اصطلاحات. فأنا حينما أكون أقف و بعض الزملاء الأكارم يعني يسمعون مني وهم وضعوا في فيا ثقتهم، تمام، فأنا من المستحيل أن أسأل عن حديث وأقول فيه نعم أو لا لمجرد الشهرة، لمجرد الحديث مشهور. فلذلك أنا أقول ماذا أقول؟ إن صح، يعني إن صح هذه أؤكد عليها، لا أشكك في الحديث، ولكن أقول لكم راجعوا صحته، أنا لم أراجع صحته، تمام كده. من افترى علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، ده مصيبة، تمام. فظل كان الأخ فيصل يقول ما زلت، كتب لنا ما زالت أكلة خيبر تعاودني في كل عام. شوف في كل عام، يعني ظل حيا بعدها سنين. إذن فهذا يشهد أن الله عصمه، يعني سبحان الله، جميل جدا. حتى كان هذا، أشوف حتى كان هذا أوان قطع أبهدي، تمام. وهذا صححه الألباني، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، يعني كلام جميل جدا جدا جدا، تمام. إذن لما جاء الأوان، ها، ما الذي حدث؟ ها، توفي صلى الله عليه وسلم من ذلك السم، تمام. وهذا والله أعلم أنه اصطفاء، أو أنه اصطفاء للنبي صلى الله عليه وسلم كشهيد. هذا مقام عظيم، يعني ده الموضوع يشهد لمين؟ يشهد لنبوته صلى الله عليه وسلم، يشهد أن الله قد عصمه من الناس. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، جزاكم الله خير. نعم، أحسن الله إليك أختي الطيبة. نعم 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 نعم، جزاك الله خير يا أخي محمد. طيب، نقول كذلك، نقول أن هذه الأدلة من خصائصها أن بعضها اقترن بالتحدي، هذه مسألة مهمة، بعضها اقترن بالتحدي على فعل العكس. من الأدلة هذه مثلا قوله تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا، ها، ولن تفعلوا. لا يا جماعة، الذي يخبر بالغيب المجرد، ها، من المنجم وما شابه ذلك، هو لا يقول لك أنك سوف تفعل كذا رغم أنفك، أو لن تفعل كذا رغم أنفك. هنا بعض الأدلة ارتبط بالتحدي، ارتبط بالتحدي، مثل هذا الدليل، فجاء مرتبطا بتحدي ورغم ذلك لم يفعله، تمام. كذلك بعض هذه الأدلة أخبر القرآن فيها بملابسات مصاحبة تحققت معها، تحققت معا جميعا جميعا متزامنة، فكأن الخبر الواحد هو في الحقيقة عدة أخبار. يعني بصوا يا جماعة، كأن الخبر هو في الحقيقة عدة أخبار، فكأن تحقق هذا الخبر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو تحقق عدة أخبار يضاف إليها أنها تحققت معا متزامنة. وصلت الفكرة؟ طيب، والآن لديك هاجس في أحد هذه الأدلة، نقول المقولة التي نؤكد عليها من البداية، والتي من أجلها قلنا المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، المقدمة الأولى بتاعت الأدلة كلها، والمقدمة الثانية بتاعت دليل الغيب. لديك هاجس في هذه الأدلة؟ يقول لك أصلاً والله، طيب أين تفروا من البقية؟ طب أودي الباقي فين؟ فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، يجب أن تشعره بذلك. طب انت عندك شك في مسألة الروم تحققت ام لا؟ طيب واين تفعل؟ طيب ما فتح مكة، طيب ما اخبر به القرآن في سورة الفتح، طيب ابو لهب، طيب 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 طيب, طيب بلاش الاخبار بالغيب خالص، طيب الاسلوب القرآني، طب النبوءات اهل الكتاب، طيب طيب طيب، كل هذه الامور اين تذهب؟ ليس امامك الا ان تقول نعم، ان هو الا ذكر للعالمين، ان هو الا كتاب الله تبارك وتعالى، وانا اجعل ذلك من الشك. هذا العقل السليم يقول ذلك، انتبه الأدلة تحصرك.
تمام. اذا طيب ناتي للسؤال الذي ساله الاخ محمد السيد وقلت له ووعدت انني سوف اجيبه ولكن انشغلت. يقول مثلا طب انا ايش عرفني ان هو هلك ابو لهب؟ نقول لك يا اخي الحبيب، لو ان ابا لهب اسلم لما كان ذلك سرا، ده ابو لهب مش بيتكلم عن اي حد، صح ولا لا؟ لما كان ذلك سرا، هذا رقم واحد. طبعا. طب لو ان احدا في وزن ابي لهب اسلم لما كان ذلك سرا، تمام. وخاصه وهذه الايه موجوده، تمام. فابو لهب لم يسلم، تمام. وهذا امر معروف، معروف بالتواتر، معروف بنص القران، لان لم يرد حديث غيره يقول ان ابو لهب اسلم. ثالثا هناك امر مهم جدا وهو ماذا؟ المسلمون اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم على صدق هذا القران. بالضبط كده، بالضبط كده. اولا لو ان مثل هذا حدث لارتد خلق كثير، انتبه هذه المساله، هذا رقم واحد. رقم اثنين، لو ان مثل هذا حدث لبينه المنافقون الذين لم تزل تصلنا افتراءاتهم حول النبي وحول الإسلام حتى هذه اللحظة. لو أن مثل هذا حدث لنقله بنو إسرائيل الموجودين في المدينة، ولوجدت المستشرقين يطنطنون به آناء الليل وأطراف النهار. يعني المستشرقين يؤلفون من عندياتهم أصلا أحيانا، يعني يلتقطون الأحاديث الموضوع أحيانا، ولكن سبحان الله العلي العظيم. نعم أحسن الله إليك أخي، تمام. سبحان الله العلي العظيم، هم يعني ليس لهذا أصلا أثر، بإنما الثابت بالأخبار الصحيحة أنه مات ميتة يعني لا يتمناها إنسان، طيب بعض الشبهات حول هذا النوع عموما. جزاكم الله خيرا الأخت ولاء، وضعت رابط الحضور، جزاكم الله خيرا الأخت ولاء، وأكرم الله عز وجل جهدكم وتقبل منكم يا رب. طيب إخوة رجاء تسجيل الحضور في 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 الرابط، أكرمكم الله ورعاكم. ولا يعمل، طيب أختنا ولاء معلش، هي هو أحيانا بتحصل هذه المشكلة، هي بتعالجها. لأن الزوم ما بيفتحش الرابط فيه. نعم موجود بالشات الواتس، اكرمكم الله اختنا ولا جزاكم الله خير. فحتى يجدون ان شاء الله في الشات بتاعت. طيب بعض الشبهات حول هذا النوع. والله انا يعني هذه المساله يعني ان شاء الله الاخت ولاء يعني تجيبكم فيها، اللي هي مساله تسجيل الحضور، طرق تسجيل الحضور هذه. ولكن أنا أؤكد على الجميع ممن لم يسمعنا أن هناك إن شاء الله بعمل اختبار بعد نهاية الدورة في عدد محدد من المحاضرات التي جعلتها محطات تلخيصية، لأني أخبرتكم أن من منهجي أنني كل ثلاث محاضرات أو محاضرتين أصنع محاضرة مجمعة تمثل ملخصا مركزا لما سبقها. فسوف أقول لكم على هذه المحاضرات إن شاء الله، سوف لن يخرج بإذن الله رب العالمين منها الاختبار إن شاء الله، بارك الله فيكم. طيب بعض الشبهات حول هذا النوع، الشبهة الأولى، من يدريني أن هذه الأمور قد تحققت بالفعل؟ من يدريني؟ أجبت في هذا إجابة مجمعة. أول شيء التواتر، وكنا تعلمنا من قبل، سوف حينما تقول له التواتر سوف تجد نوعين من الناس، النوع الأول نوع يعرف التواتر ولن يجذلك، خلاص أي حد بيعرف التواتر تمام، طالما هو شخص عادي طبيعي يعني ما هوش عنده نوع من أنواع الاختلال يعني العقلي، خلاص التواتر خلاص مسألة منتهية، تمام. التواتر هو أمر ثابت عقليا، ضرورة عقلية. طب هو مش عارف التواتر، بينا من قبل كيف نثبت للناس التواتر، أظن كان في المحاضرة الثانية وبينا أو الثالثة، بينا من قبل كيف نثبت التواتر للناس بشكل مبسط ونعرفهم أن هذا التواتر وإن كان مصطلحا سماه المسلمون إلا أنه هو
أعظم أشكال ثبوت الخبر ولا يدانيه حتى التوثيق في التوثيق الكتابي. يعني حتى التوثيق الكتابي لا يدانيه في مصداقيته. تمام؟ طيب النقطة الثانية، طيب هل هذا بخصوص هل الأخبار هذه، هل ارتد المسلمون أم دخل المشركون في الإسلام؟ الذي حدث أن المشركون دخل في الإسلام. طيب يعني المشرك هذا لو أنه وجد دينا أمامه يخبر بأخبار أنها سوف تحدث وحدث عكسها أو لم تحدث، هل سوف يدخل في الإسلام؟ أبدا أبدا، لا سيما تلك الأخبار المحددة بوقت. تمام؟ ولكن ما الذي حدث؟ الذي حدث ولقد ثبت أن المسلمين أن الناس دخلوا في دين الله عز وجل أمم منهم كثيرة يوم مثلا يوم الروم، يوم انتصار الروم على الفرس. تمام؟ كذلك المراجع التاريخية تشهد، يعني والمراجع التاريخية هذه بعضها إسلامي وبعضها غير إسلامي. يا جماعة أرقى المراجع التاريخية التي تكتب هي المراجع الإسلامية حقا، لأن إحنا عندنا منهج في انتقاء الأخبار، وحتى من يعني لا ينتقي حاله معروف. تمام؟ أي نعم في كتب التاريخ يتم التخلي عن منهج التحديث، لكن لا يبقى أثر هذا، لا يزال هذا أثر هذا المنهج موجود، موجود من حيث الإسناد ونحوه. تمام؟ أما المراجع التاريخية غير العربية فأيضا تشهد لهذه الأحداث التي ذكرناها. تمام؟ طيب وسوف أضرب مثالا الآن. طيب لو كنت موسوسا، النقطة الرابعة، طيب لو أن عندك وسواس قهري بشأن أحد الأدلة، طيب أين تذهب من بقية الأدلة؟ ليس فقط أين تذهب من الأخبار الأخرى التي أخبر بها في الغيب وحدثت، ثم دع عنك هذا، أين تذهب من إخبار بني إسرائيل عنه وفي في عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين تذهب من تحدي القرآن للعرب وعجزهم، أين تذهب من كذا وكذا 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 اللي هي حزمة الأدلة الكبيرة هذه، أين تذهب؟ أين تذهب؟ طيب هل من مرجع تاريخي على تحقق ما أخبر به القرآن في سورة الروم؟ نعم هناك مرجع تاريخي بالإضافة للمصادر اللي قلناها، احنا مش محتاجين مرجع ده على فكرة خالص، لأننا نعلم تحقق ذلك بالتواتر. تمام؟ ونعلم أن والعاقل يفهم أن المسلمين دخل، أن الناس دخلت في دين الله يوم تحقق ذلك. تمام؟ ولم يحدث العكس، وكان هذا تقريبا في بداية العهد النبوي، يعني كان ذلك حتى لم يكن للمسلمين في هذا الوقت مثلا قوة ولا شوكة ولا بحيث الناس مثلا ممكن تدخل، لا أبدا، كان المسلمين مضطهدين وهاجروا، يعني هم للتو هاجروا إلى المدينة وأسسوا أسس فيها النبي صلى الله عليه وسلم دولته صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك في هذا اليوم دخل جمع غفير من المشركين في الإسلام بسبب تحقق هذه النبوءة أو هذا الخبر. تمام؟ طيب المرجع الذي اخترناه اليوم خلاص هو هيراكليوس امبرور اوف بيزنطينيوم، طبعا هي كلمة اصلا لاتن مش انجليزية. تمام؟ سبحان الله سبحان الله، والله صدقت. المؤلف اللي هو اسمه والتر ايميل كي جي، الكتاب ده من منشورات جامعة كامبريدج، وكنت أشرت إليه قبل كده، هو موجود في المقال اللي أخبرتكم به. ويقول هو متكلم عن الموضوع ده بالتفصيل جوه الكتاب، لكن أنا اخترت اللي هو الايه الكرونولوجيكال تايم لاين أو الكرونولوجيكال لاين اللي هو الخط التاريخي، يعني أو خط التتابع الأحداث. تمام؟ من أول هرقل، لأن هرقل هو هيراكليس هو اللي الذي حدث في عهده هذا الانتصار. تمام؟ وبالمناسبة هذا الرجل من المختصين البارزين في هذا المجال. طيب نشوف هنا سوف نجد
انه في ربيع 613 هرقل ب successfully campaigns to save Antioch او Antioch اللي هي في سوريا, تمام. Persian victories split the empire into parts full of Amasya and Damascus. طبعا حصل هنا الانتصار دوت واضح جدا جدا هنا من الكلام اللي هو بيكلمك عن حمص وبيكلمك عن دمشق. فالكلام ده حصل فين؟ الكلام ده حصل ان البيرسينز اللي هي الدولة الساسانية الفارسية, تمام, انتصروا, يشير مؤلف هنا الى هزيمة الفرس للروم, خلاص, واللي كانت في منطقة الشام. دي اول هزيمة حصلت في منطقة الشام, دي اول هزيمة حصلت في منطقة الايه؟ الشام, تمام. والآية تقول غلبت الروم في ادنى الارض. ادنى الارض العلماء اختلفوا فيها, لكن في المجمل جمهور الاراء ان هي في الحتة دي. يعني من الآخر, هذه أول معركة على ما عليه جمهور السلف يمكن أن يقال عنها أنها الهزيمة التي تحدث عنها القرآن, والله تعالى أعلى وأعلم, تمام؟ طيب, فإذا الكلام ده حصل سنة 613, ممتاز جدا. سعيد بن جبير قال البضع ما دون العشر, يعني لغاية 10 سنين بضع, ما تحصلش العشر, تمام. والهزيمه دي حينما حدثت اللي هي بتاعت 613, تمام, ما الذي حدث؟ الهزيمه دي لما حصلت وصل الخبر للمشركين, فالمشركين كانوا فرحانين. يعني سعداء عشان دول وثنيين, تمام, والمسلمين كانوا زعلانين علشان دول اهل الكتاب, تمام. بعد ذلك متى حدث الانتصار؟ الانتصار الأول حدث في أبريل 622, تمام, حيث انتصر هرقل, تمام, على الروم في هذا التاريخ, تمام. طيب, هذا ما دود, خد بالك, أنا لم انتبه لهذه المسألة, أنا لم أقل أن هذه المعركة هي المعركة التي عنها القرآن بالضرورة, لكن الذي يغلب والله أعلم في ظل كلام التفسير أن هذه المعركة أو معركة تالية لها هي التي يتحدث عنها القرآن. وغلبت الروم في أذن الأرض, تمام, خلاص, وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فعلى كل الأحوال, سواء كانت هذه المعركة أو اللي بعدها, ما عندناش مشكلة, لأن إحنا قلنا أن معنى لو أنه كانت جاءت 623 حلت كده, كان الموضوع يكون لم تتحقق النبوة, ولكن حدث الانتصار وتحققت وتحققت النبوة. طيب, هذه شهادة ماذا؟ شهادة التاريخ, ممتاز جدا. لماذا لا يكون هذا من باب التوقع؟ تذكر مرة تانية, عشان لما يقول لي من باب التوقع, أهو هذه السلايد أو الشريحة ديت, تمام, اللي قلنا عليها أن ما ينفعش هذا الكلام يكون من باب التوقع. سؤال هذا يسأله البعض أحيانا, يقول لك, طيب, ما الحكمة من أن القرآن لم يذكر الفترة الزمنية تحديداً, معذرة أمامها, يعني وأنا أعد الباوربوينت لما أكتب كلمة لم يذكر, يعني ما الحكمة من أن القرآن لم يذكر الفترة الزمنية تحديداً, يعني لم يقل مثلاً 10 سنوات؟ إذا أردت أن تعرف هذه الحكمة, فانظر إلى كم السفاهة والتفاهة التي تحدث في منتديات الطاعنين في الإسلام في هذا الموضوع. كمية جهل, أطنان من الجهل, والله أطنان من الجهل, طبعا والله أعلم بمراضي وحكمتي, أطنان من الجهل تعرفك أن هذه الآية والله أعلم قد تكون الحكم, الله يعلم مراده ويعلم ما في أنفسنا ولا نعلم ما في نفسنا. لكن طبعا أنا نقلت لك شهادة متخصص التي نقلتها لك, ها, إنما شوية صعاليك صفحات التواصل وما شابه ذلك, اللي كل واحد فيهم يعني يتمي يكتب يعني أمورا من عندياته ويقول هذا بحث
تمام؟ لا، أنا نقلت لك بالصفحة من كلام رجل متخصص، تمام، في هذا، وهو ليس مسلما بالمناسبة، ولا يعني يمت القضية بصلة، تمام. لكن يقول الزرقاني في مناهل العرفان في طبع دار الكتب العلمية صفحة 483، وحضراتكم عارفين هذا أشهر من يعني من أن يعرف كتاب مناهل العرفان للزرقاني، يقول وهو يتحدث في باب الإعجاز يعني: ثم ألست ترى معي أن هذه العبارة الكريمة في بضع سنين قد حاطت هاتين النبوءتين بسياج من الدقة والحكمة؟ لا يترك شبهة لمشتبه ولا فرصة لمعاند، تمام. يقول: لأن البضع كما علمت من 3 إلى 9، هي من 3 إلى 10 كما نقلها سعيد ابن كما وردت في الحديث، في أكثر من حديث، خلاص، وكما ورد عن سعيد بن جبير في تفسير ابن كثير، ونقلته لك في الصفحة الماضية، لكن طبعا هذا هو هنا يفسر يعني. والناس يختلفون في حساب الأشهر والسنين. انتبه لهذه المسألة، احنا كاتبين على التاريخ الايه يا جماعة؟ احنا كاتبين على التاريخ الايه اللي احنا بنحسب عليه ده؟ التاريخ الفرنجي، تمام، صح ولا لا؟ جميل جدا. طيب، نحن نعلم ان التاريخ الفرنجي غير التاريخ الهجري، واضحة الفكرة؟ التاريخ الفرنجي غير التاريخ الهجري، وهناك عدة تقاويم. وبعدين احنا لا نعلم هل البضع سنين دي يعني هو الله تبارك وتعالى قال: وهم من بعد غلبهم سيغلبون، سيغلبون في بضع سنين، تمام. هل في بضع سنين هذه ربما تكون منذ جاء الخبر الى المشركين ونزلت هذه الآية، يعني من نزول هذه الآية، وهذه الآية لم تنزل يوم المعركة، ولكن جاء الخبر إلى المشركين، والمشركين كانوا يسعدون ويفرحون، والمسلمين حزنوا، ثم نزلت هذه الآية، وبالتالي فقد يكون بضع سنين هذه من نزول هذه الآية، تمام؟ طيب، فهنا بقى يأتي دور مين؟ يأتي دور من يريد أن يطعن، فيقعد يقول لك إيه: لا، أصل المعركة اللي فاتت مش عارف كانت إيه، وكان في معركة قبلها مش عارف إيه، والانتصار، طب الانتصار ممكن يكون حصل على مراحل، أنت تقصد أول انتصار ولا أول انتصار باهر حاسم؟ ها، خلاص، وهذا اللعب اللي بيلعبوه في المنتديات. نقول: لا، الآية هنا تقول، يقول الرجل إيه: فمنهم من يؤقت بالشمس، ومنهم من يؤقت بالقمر، ثم إن منهم من يجبر الكسر ويكمله إذا عد وحسب، ومنهم من يلغيه. يعني في ناس، وهذا معروف من طرائق الكلام، طالما ما وصلتش 10 سنين يسميها 9، طالما ما جاتش 10، وفي ناس يقول لك: لا، 9 سنين ونص تبقى 10. ايوه، 9 سنين ونص تبقى ايه؟ تبقى 10، تمام. فاذا هنا يضاف الى ذلك ان زمن الانتصار قد يطول حبله، فتبتدئ بشائره في عام ولا تنتهي في مواقعه الفاصله الا بعد عام او اكثر. يعني من الممكن جدا تكون اول معركه انتصر فيها كانت معركه مجهوله، كانت بدايه النصر، لكنها لا تذكر، لان فعلا بدايه النصر على فكره لم تكن المعركه، هو بداية النصر كانت خطة عملها هيراكليوس، وعمل خدعة كده علشان استغل فيها انتشار جيوش الساسانيين في كل حتة، ومش موضوعنا، لكن المقصد أن الانتصار قد يتحقق على مراحل. فيجي واحد بقى اللي عايز يطعن يقول لك إيه: لا، أنا عايز الانتصار الكبير. يا عمي، هو الانتصار ده بدأ لما حصلت حركة كذا أو موقعة كذا، أو ده كان أول انتصار وإن كان صغيرا لكنه أول انتصار. لا لا لا، ماليش دعوة، مش لاعب، أنا عايز الانتصار الكبير اللي هو يعني اللي ها، وبعدين أنا ما بعتبرش مثلا حاجات بقى الأمور اللي هي الصبيانية هذه التي تخالف العقل، تمام. فمنهم يقول: ولا تنتهي موقعه الفصيل إلا بعد عام أو أكثر، ونظر الحاسبين يختلف تبعا لذلك في تعيين وقت الانتصار، فمنهم من يضيفه إلى وقت تلك البشائر، ومنهم من يضيفه إلى يوم الفصل، ومنهم من يضيفه إلى ما بينهما. لذلك كله جاء التعبير بقوله جلت حكمته: سيغلبون في بضع سنين، من الدقة البيانية يعني على حد تعبيره والاحتراس البارع، بحيث لا يدع مجالا لطاعن ولا حاسد، وظهر أمر الله وصدق وعده على كل اعتبار من الاعتبارات، وفي كل اصطلاح من الاصطلاحات، ومن أصدق من الله قيلا. موجود من السماء.
خرجت تمام. وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل جزاك الله خيرا، أقتت احد اخواننا بيقرأ القرآن، جزاك الله خيرا. أيام الفصل بس وكم الفصل يعني وإلى يومئذ للمكذبين ألم نهلك لو الأولين بس نعمل ميوت للصوت جزاك الله وكم خيرا، هو يعز علينا يعني، لكن عشان الواحد يعني كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ أخي أحمد، للمكذبين. ما عندك شيخ أي محمود، حاجة؟ ما بتضحك إلا إنك شوفه. طيب طيب إذا قلنا بحمد الله رب العالمين هذا الأمر، حتى لا نطيل على حضراتكم أكثر من ذلك، نكون بهذا قد بينا الشبهات الموجودة حول هذا النوع، أو مجمل الشبهات الموجودة حول هذا النوع، و يعني أكون بفضل الله رب العالمين قد أنهيت ما أود عرضه اليوم، وإن شاء الله رب العالمين المرة القادمة سوف نتحدث عن المسائل العلمية. أنا بداية أعتذر لحضراتكم، والله الذي لا إله إلا هو أنا مقصر في التواصل مع حضراتكم سواء على الواتساب أو على التليجرام، لكن هذا رغما عني، وأنا نبهت إلى هذا منذ اليوم الأول، يعني أنا الأمر والله خارج عن إرادتي، فسامحوني جزاكم الله خيرا، ولا أحد يعتبر حاشا لله أن هذا، أعوذ بالله عز وجل أن أكون من الجاهلين، أن هذا من عدم احترام الآخرين، أبدا أبدا، والله كلكم فوق رأسي، لكن والله العظيم يعني لا أستطيع أن أصف. أكرمكم الله جزاكم الله خيرا، أحسن الله فيك أخي، نبارك فيك جزاكم الله خيرا، نشوف فيصل. تمام. طيب اللهم جزاكم الله خيرا أختنا، طيب ربنا يبارك فيك. طيب أستأذنكم الآن في الانصراف، وإن شاء الله جزاكم الله خيرا أخي يوسف حبيب، أكرمكم الله أخي يوسف، وجزاني وإياكم، أكرمكم الله أخي عبد القادر، ربنا يحفظك رب. اللهم آمين. والله إن شاء الله ميسر بإذن الله رب العالمين، وهي بس كم المحاضرات المركزية التي أنا فعلا أتمنى إن الأخ الزميل يخرج بيها من المحاضرات، عشان يبقى احنا كده ان شاء الله ربنا استفدنا من هذه الدوره. تمام؟ والا فهو ليس الهدف منه النجاح والخصوص يعني، فابشروا ان شاء الله. طبعا برضو عندنا هذه المره واجب، وهو تفريغ هذه المحاضره يدويا. تمام؟ تفريغ هذه المحاضره يدويا، وانا تعمدت ان انا اعملها لحضرتكم باوربوينت، لعل هذا ييسر لكم في مسائل التفريغ، بس طبعا مش هبعت الباوربوينت، علشان الباوربوينت يعني بصراحه شديده الإخوة بيكسروا، ما بيعملوش ما بيسمعوش المحاضرة. تمام؟ وبينما المحاضرة فيها أمور يعني إن شاء الله رب العالمين مهم إنها تأتي في الامتحان. جزانا وإياكم. رابط الحضور موجود في الجروب أخت فوزية، أكرمكم الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستأذنكم في الانصراف.